علي بن أبي طالب في العالم. لن نتخلى عن فلسطين ولا عن شعب فلسطين ولا عن مقدسات الأمة في فلسطين. قولوا رافضة، قولوا إرهابيين، قولوا مجرمين، قولوا ما شئتم، قولوا ما شئتم، واقتلونا تحت كل حجر ومدر، واقتلونا تحت كل حجر ومدر، وفي كل جبهة وعلى باب كل حسينية ومسجد. نحن شيعة علي بن أبي طالب، لن نترك فلسطين.